سخط وتذمر وقطع للطريق باستعمال المتاريس هي سبل اختارها سكان حوش الرياشة بدائرة خميس الخشنة في بومرداس تنديدا بإقصائهم من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية رغم الظروف المزرية التي يعيشون فيها لأكثر من عقدين. وضع مزري جدا، نفتقد كما يقول لك الادنى ضروريات الحياه، ما عندنا كما يقول لك الماء، الماء لو كنشوفوا رانا نعمروا بالصهاريج. اللي عنده اولادهم مرضى، اللي عنده اولادهم هبله، وتشوفهم ديجا تشبع، كي تغزر فيهم تشبع. كيفاش التسعينات والارهاب 17 سنه وانا سوفري، ولادي هاهم، ولادي هاه 28 سنه طلع لي فوق البوطو، سويسيدا، عنده عام وخمس شهور. الطفلة خرجت لا ليست كي ما لقاوش اسمنا، راسي طرطق عرق في راسها، دايم ربي هاهم. هذا واش قعد لي من زوج ذكورة راجلها قعد لي هذا وزوج بنات. احتصام هؤلاء أمام مبنى مقر الدائرة لم يشفع لهم بمقابلة المسؤول الذي يطالبونه بتوضيحات عن مصير الشقق التي وعدهم بها. لابد كما نقول لك من المسؤول الاول نتاعنا كما نقول لك رئيس البلديه، والله مثلا رئيس الدائره، يعني الخروج في اقرب وقت، ومواتا كما يقول لك القيام بتعيين هذا الحوش، امو كما يقول لك يسكتنا بهذا المعاينه نتاعو احنا. حتى الشاب دائره هذا ويروح ليهم يقولوا لي انتوما تاع الحوش ما يجيش لكم لجنه، ما تخرجش لكم انتوما، ما انت يجوا ليكم يرحلوكم كاع هايذا، وحنا ما كاين حتى رحله. حنا عندنا هنا شاف دايره ورئيس البلديه واش دار؟ خرج لا ليست نتاع الضيق ونتاع السوسيال ولا ما على باليش وشنو، نورمال ما يفوت فينا، يفوت فينا هكذا. رانا بوتفليقه دايرين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه واش قال؟ قال الا عثرت بغله في العراق عسى الله ان يعني يسالني عنها. ياك راني نطلب في بوتفليقه يخزر فينا، وهذو كاع اللي راك تشوف فيهم مساكن يتمرمدوا. من جهتنا حاولنا الاستفسار عن الامر من رئيس الدائره، وتحت ضغط المحتجين تمكنا من الدخول لنبقى ننتظر لساعات دون اعارتنا ادنى اهتمام. هكذا قرر رئيس دائره خميس الخشنه التعامل مع مواطنيه ووسائل الاعلام هروبا من مواجهه الحقيقه.